مرحبا، معكم الدكتورة تالا جلاجل، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل والليزر. بدنا نحكي اليوم عن علاج الكيس الدهني في منطقة الرأس. الكيس الدهني هو عبارة عن كتلة حميدة عادة تكون غير مؤلمة، تظهر في أماكن مختلفة من الجسم ما عدا في باطن الكفين والقدمين، وتحتوي على إفرازات دهنية سائلة وشبه سائلة نتيجة حدوث انسداد في قنوات الغدد الدهنية، فتتجمع هذه المواد وبتظهر على شكل كتلة. زي ما حكينا، عادة هاي الكتلة بتكون غير مؤلمة، ولكن في حالات معينة يستدعي ظهور الكيس مراجعة الطبيب. وأهم هاي الأسباب اللي هي عند حدوث ألم في الكيس، أو عند حدوث تورم وإحمرار وسخونة في منطقة الكيس، أو إنه إذا عالجنا ورجع ظهر مرة تانية، وإذا حدث تغير مفاجئ في حجم الكيس. بالنسبة لعلاج الكيس الدهني، الحل النهائي والأمثل هو أنه يتم استئصاله جراحياً عشان ما يتكرر حدوثه مرة تانية، ولكن في حالة وجود التهاب بهذا الكيس لازم أنه نعطي مضادات حيوية موضعية وعن طريق الفم بالأول، ونستنى فترة تقريباً 4 أسابيع ليروح الالتهاب تماماً، وبعدين بتم إزالته جراحياً. شكراً.